أمسيات رمضان من بغداد من الكاظمية. الله، هذا الكباب العراقي الأصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. الله، هذا المحل اللي فيه المعدل. تسلم. هذا من الحلويات الرمضانية الشهيرة جدا جدا. وهذه الكاسة الأخيرة إلي. تسلم، رحم الله والديك. مليون عافية حبيبي. رحم الله والديك. يحفظك الله إن شاء الله. تسلم. مليون عافية. وهذه أطيب كاسة محلة دي في الكاظمية. هذا شنو؟ هين. الله. هذا المحل بي المعدل بالكاظمين، واحد من اشهر الحلويات الرمضانيه في العراق كله، بس هنا يقدمونه بشكل اجمل واطيب. تصور انه تخلي الله عليك والله عيون نفس الشيء والله دايم عامر ان شاء الله. وهذه حلوى الدهين الاشهر في بغداد. ليل رمضان في بغداد خاصه في الكاظميه غير. وهذا القص العراقي الأصلي. صحيح. هذا الدجاج. دجاج. هذا اللحم. الله 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 الله. ما شاء الله، الأكل العراقي ما إلى مثيل بالعالم كله. شيء أكيد. ما إلى مثيل بالعالم كله. شيء أكيد. وخاصة بالكاظمية. شيء أكيد. ربي يحفظك. رمضان كريم. علينا وعليكم أجمعين. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. وهذه لفة القص، الشاورما العراقية على أصولها. اللي يجول بشوارع العراق يضطر يفطر مرتين ثلاثة أربعة وبسم الله. ومذاق اللحم العراقي ما إلى مثيل أبدا أبدا. شاي اذا اثنين شاي بدون شكر، واحد بالشكر لازم كان شاي معدل بعد الفطور الثاني مال. مثل ما قلنا ببغداد لازم يفطر الواحد مرتين ثلاث. شاي حبيبي شاي الناصر هذا مال الناصرية. والنعم. نعم منك. سهلا شرفتونا. على البخار هذا يا ابي على السماور الله وتحيي. هسه هذا بالشكر مو؟ هذا بدون شكر. تمام. حار حيل بس ممتاز. شكر حبيبي. خادمك. والله والديك عزيز. تسلم. هذا الدهين، الدهين النجفي بس بالكاظمية. شكرا والله ما اكل. شكرا. ناخذ قطعه ثانيه ولا واحده من ألذ الحلويات بالعراق كله. رائع. تفضل. تسلم.
ألف شكر حبيبي، الله يلديك. ندع الكاظمية وننطلق لاستكشاف ليالي رمضان في بغداد. يلا يا أحباب، صيفي صيفي صيفي، بدي بدي بدي، ولا هذي شبابي بخمس آلاف تنزيلات داخل المحل بخمس آلاف. رحنا الآن على جسر الأئمة اللي يربط بين مدينة الكاظمية ومدينة العظمية. جسر الأئمة نسبة للإمامين موسى الكاظم وأبو حنيفة النعمان. هذا نهر دجلة اللي يقسم بين منطقتين الكاظمية والعظمية، الكارخ والرصاف. وهذه مطاعم العظمية مشهورة جدا 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 بأكلاتها الرائعة. هذه الباسترما باقية فتحة لحد السحور. طبعا الروائح هنا ما تتخيلون جمالها. انت الخير والبركة. الله 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 الله. راح تخلونا نفطر للمرة العاشرة يمكن. ألف شكر. هذه الفاشة العراقية على أصول. وهذه أشهر حلويات في بغداد كلها، فرج نعوش. لا يمكن المرور بالعظمية دون الدخول إلى حلويات فرج نعوش وتذوق الجزرية، خاصة الجزرية. أعشق هذه الحلاوة. تفضل على راحتك. أو هذه حصيلتنا من حلويات نعوش. تشكيلة رمضانية لا يعلى عليه. أمشي الجزري. طبعا رائحة الدهن الحر فظيعة. وهذا من السمة الأصلي الخام. هذه بلا مبالغة أجمل حلويات في بغداد برأيي الشخصي. طبعا ساحة عنتر في وسط بغداد في منطقة العظمية. هذا تمثال عنتر بن شداد.